احبابنا اهلا وسهلا فيكم في الفيديو الثاني من سلسله في الصيدليه. طبعا الدكتور عبد الرحمن راح يشرح لنا اكثر عن في الحلقه هاي. طبعا اليوم في الحلقه هاي راح نستفيد اول شيء نفهم الادويه اشكالها، اسباب تعددها، ليش الاشكال متعدده لها والانواع والاشكال الى اخره، وعندنا كمان الفروقات بين الادويه. فأول شيء بنرحب بالدكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله نستفيد النهاردة. أول شيء دكتور، بدنا نفهم موضوع عندنا أشكال الدواء وتعددها، ليش في عندنا أشكال كثير للدواء نفسه؟ تمام، ده سؤال كويس جدا بصراحة. أسباب تعدد الدواء عشان نقولها بشكل مختصر بتنقسم لحاجتين، وهي ان الدواء الطبيعه الكيميائيه بتاعه الدواء بتجبرنا مثلا انها تبقى في حبوب، في شراب، في ابر، في كريمات، الطبيعه الدوائيه عشان ما نخشش فيها كتير. والنقطه الثانيه اللي دي الاهم، حاجه المريض نفسه، هل هو واعي، هل هو هيقدر يبلع مثلا، في حاجات عايز المفعول يشتغل دلوقتي، عايز يشتغل ممتد، طريقه الاخذ، هل هو من الفم، ابر، تحاميل. ده ان شاء الله هنعرف الفروقات بينهم سريعا كده. نبتدي بالفم، الادويه الفمويه، اشرح لنا عنها، ايش يعني الهدف منها. تمام، بس عايزين نتفق الاول ان الادويه الفمويه دي يعني تشتغل على الجسم كامل، بتشتغل بطريقه بشكل عام على الجسم. ولازم نفهم مبدا تاني، وهو ان في حاجه يعني الادويه بتتاخد عن طريق الفم، او اللي المكتوب عليها تؤخذ عن طريق الفم، لازم تتبلع، يعني تتبلع عشان تدخل المعده. المعده بيتم تكسيرها كده، ممكن امتصاص جزء منها، بعد كده تروح تمتص في الكبد. عمليه مش عايزين نخش في تفاصيلها، بس لازم اللفه دي تحصل عشان الدواء يشتغل. يعني مثلا لو اخذت بودره حطيتها على البشره ملوش لازمه، حطيته على الراس ملوش لازمه، لازم يبلع. تمام، نتفق على المبدا ده او اتفقنا على المبدا ده. يعني المقصود انه الحبوب لو كسرته وعملته زي المرهم ما بينفع. ممكن ينفع عشان بس الكلام ما يبقاش عام، بس يعني 10% 15% بالحد اقصى، لانه مش معدل للامتصاص من البشره. لازم كل حاجه برضو عشان ده سؤال كويس، بتبقى معده انها تشتغل بالطريقه دي، الطريقه اللي هي بتكلم عنها دكتور فموي، اذا للفم فقط. بالضبط، الله ينور عليك. طيب في عندنا الكبسول وفي عندنا يعني الحبوب، مع انه بالشكل تقريبا متشابه، ايش الفرق بينه؟ هو في فروقات بسيطه زي ما قلنا بالنسبه للدواء، بس مثلا نقول حاجات بسيطه. مثلا بالنسبه للحبوب، الحبوب في منها بيبقى بتيجي اشكال والوان، دي عشان تسهل على المريض ويعلمها، يعرف مثلا اللون الازرق الفاتح ده عشان حاجات بتبقى شويه منومه، اللون الاحمر ممكن مسكر، يعني بيبقى في علامات مميزه عشان لو حد بياخد ادويه كتير. تاني نقطه، ان في معلومه حابب اقولها، ان في اقراص بتيجي بخط او خطين، تبقى مثلا مربع كده او زي اشاره زي دي، المفروض انها ممكن تتقسم. تمام، انا حابب اقول دي لان الاقراص اللي المفروض ما عليهاش خط المفروض ما تتقسمش، لان مش بتاعت الفعاليه عشان الدواء. وهنعرف ان شاء الله في الفيديو بتاع الجرعات الفكره ايه في الموضوع ده، بس عشان ما نخش في تفاصيل كتير نكتفي ان الحبوب اللي عليها خط او خطين دي ممكن تتقسم، غير كده لا يقسم الا تحت اشراف الطبيب او معرفه الصيدلي. اتكلمنا عن الحبوب والكبسول، الشراب ايش يعني؟ لسه في الاول الكبسول. الكبسول في منه نوعين. معلش انت وقعتها يعني نسيتها. بالظبط. الكبسول في منه عفوا في منه نوعين. في نوع الاول بيبقى زي الجيلاتين كده، ممكن كله شفتوه كله لونه اصفر كده بيلمع. تمام. بيبقى كله دايب في بعضه، ده ما ينفعش، لازم يتبلع برضه زي ما قلنا اتفقنا. وغالبا بيبقى الفيتامينات او حاجه كده. تاني نوع، وهو بيبقى عباره عن حاجتين بيخشوا في بعض وداخله بودره، ده الوحيد اللي ممكن يفضى كبودرة. بيبقى في بعض الاستخدامات، مثلا الطفل مش عارف يبلع، حد كبير مش عارف يبلع، بيفضوه يحطوه في عصير، برضو العصير تحت اشراف الطبيب عشان ممكن يحصل تفاعلات. تمام. بس بيتاخد برضو عن طريق الفم. تمام عشان ما نخرجش عن الموضوع، نخش بقى للاشربه اللي هو السؤال بتاع حضرتك. أيوه. ممكن نقسمها بشكل عام الى جزئين. الاشربه ممكن تكون موجهه اكتر للاطفال. تمام، ده طبعا معروفه مش محتاجه اقولها يعني. بس في حاجتين، في واحد بيبقى سائل كده ملوش، بيبقى منه سائل زي الميه، وفي سائل سميك، ده بيبقى بيحتاج يترج الاول، اللي هو بيسموه معلق. دي نصيحه للناس ان هم يرجوا الاول، لازم يعني شيكينج، يعني لازم شيكينج قبل كل استخدام. تمام. وبشكل عام ادويه الشراب لازم خلال شهر بالكتير قوي، يعني ممكن اسبوعين لشهر تكون مرميه. تمام، وهنتكلم برده المقصود بعد الفتح. بالظبط، اي ما هنتكلم في المحاضره في الفيديو ان شاء الله بتاع التاريخ الصلاحيه عن النصايح دي. تمام. والنوع الثاني هو البودره، وده غالبا بيكون مضاد حيوي لانه مش ثابت، يعني محتاج ان هو يكون بودره، اما بيتحل خلال اسبوع بيكون ترمي. ونصيحه للامهات بالذات، انا عندي طفل ما استخدمش الزجاجه كامله، مش معنى كده نسيب الزجاجه للطفل اللي بعديه، لانه اولا ممكن يكون مش امن، ثانيا هياخد جرعه ناقصه، وهنعرف برده في موضوع الجرعات. تمام. فهتعمل مشاكل كتير. المضاد الحيوي بالذات الطفل خلص جرعته اللي الطبيب كاتبها، تترمي الزجاجه ما تتسابش في البيت.
تمام بس كده. اها طيب اشكرك اشكرك يا دكتور، طبعا راح نستضيفك بالحلقات القادمه. انا قسمت الحلقات على اساس انه ما نطول على الجمهور، لذلك يعني بالضبط، وده كان افضل ايه عشان ياخذ معلومات بسيطه كده. ان شاء الله الله يعافيك. في الفيديوهات الاخرى اصدقائي الله يخليك.